سوبر، وادي محاولات على اليسار، هنجد دائما الكونكورد. ارميرو سريع جدا، ارميرو هذه عرضيه خطيره، جول جول اول لنابولي في هذه المباراه. تاتي العرضيه بالقدم اليمنى من الجهه اليسرى لتجد جورام بانديف براسيه تهز شباك الحارس فرناندو موسليرا، يقف الرئيس. تحيه للهدف الاول لنادي نابولي في هذه المباراه مع اللحظات الاولى من عمر المباراه في الدقيقه الخامسه. هذه عرضيه روعه، روعه العرضيه على القائم الثاني، تجد من تجد اللاعب المتميز جورام بانديف يسجل من اول لبسه داخل بطيئة الجزاء. جورام بانديف مهاجم كبير، جورام بانديف يسجل اول الاهداف لنادي نابولي في هذه المباراه. دي امامنا رافا بينيتس ومساعدي، قدم جوران، جوران يا ولد، تبريره لكن مخطوفه من الكاميروني داني، بحث عن عكس الهجوم من جانب الفريق التركي. اربع لاعبين على اربع لاعبين، نور الدين مرابط ينطلق في الجبهه اليسرى، مرابط 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 يا ولد، الله يا نور الدين، جول لجالاتا سراي، ولا اروع ولا اروع ولا اجمل من نور الدين مرابط، يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، مر بمهاره وصوب قذيفه قذيفه لم يستطع ان يفعل لها اي شيء على الاطلاق الحارس البرازيلي رافائيل كابرال. يا ولد يا نور الدين، الله على مهاره نور الدين مرابط في هذه اللقطه في الزاويه الصعبه. يتعادل الان جالاتا سراي، يتعادل الان جالاتا سراي بهدف ولا اروع لنور الدين مرابط. نور الدين مرابط في الدقيقة 57 من عمر المباراة يتعادل الآن نور الدين. فاتح تريب أمامنا على الصورة، يا مميزة، صمتت جماهير نابولي. ركلة حرة لعبت سريعة سونييجا، الكولومبي المتميز، كان هناك كولومبي آخر في الشوط الأول في تشكيلة رافا بينيتس. الله 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 الله، جول جول، روعة سونييجا يا ولد، سونييجا رائع يا كولومبي، اخوان كامينو سونييجا، جولاسو يا سونييجا، سونييجا يسجل ثاني الأهداف لنادي نابولي. روعة روعة روعة.